بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما شاء الله، محمد اللي كان بيقرأ مش كده؟ محمد يلا يا مريم اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله في محمد وفي مريم، وأحسن حاجة اتعلمناها من محمد ومريم في القراءة بتاعتهم إنه المد العارض للسكون كان متساوي، والنغم ما شاء الله مظبوط، والآيات والضبط الأحكام بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يبارك فيكم جميعا يا أهل القرآن. معنا الحاجة عطيات من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. شكر الله لك حاج عطيات، قراءة طيبة ما شاء الله.